سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مره ثانيه بجد حضرتك كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك، فوز كبير، فوز في مباراه يعني صعبه خاصه مع وضع المجموعه، خطوه من خطوتين ان شاء الله مطبقتين وصعود لدور الثمانيه. يسعدنا يكون معانا كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يعني الف مبروك، فوز كبير، فوز اعتقد كمان في مباراه صعبت بسبب ظروف المجموعه، لكن الحمد لله كنتوا عند الميعاد وقدرتوا تحققوا فوز وبنتيجه كبيره كمان. الحمد لله على كل شيء، يعني مباراه في منتهى الاهميه زي ما انت قلت، في مباراه قبل الجوله الاخيره، يعني انت عندك المباراه اللي جايه مع الهلال هي البطاقه ما بيننا وبين الهلال في الوقت الحالي، فان شاء الله الرحمن باذن الله برضه نكون موفقين. يعني احنا لحد دلوقتي محتاجين ان احنا نخش اكتر وبقوه اكتر في البطوله الافريقيه، يعني احداث المباراه طبعا زي ما انت شايف وترتيبها وتوقيتها في تلاحم شديد جدا ما بين محلي وافريقي، يعني انا بس عندي استغراب شديد جدا من الكاف، يعني عايز يعمل بطوله سوبر افريقي وهو لحد دلوقتي مش عارف يعمل حتى دوري المجموعات اللي هو بيأهل الادوار الاهم، يعني من غير فار، يعني غريبه جدا، يعني لازم يكون في فار. يعني حاجه من نفس الحاجه اللي حكمناها صن داونز السنه اللي فاتت، برده كان في كره بنالتي، انا احساسي ان كره طاهر محمد طاهر بنالتي واضحه، يعني بتترد عليه الجون، يعني الناس بتستسهل المواقف جدا، بتغير من النتيجه وبتغير من شكل الفرقه وهي بتلعبك، لكن في النهايه الحمد لله قدرنا نرجع بهدفين عن طريق شريف واحمد عبد القادر. يعني اعتقد التغييرات كان لها فعل السحر على الفريق، يمكن حصل تراجع مع بدايه الشوط الثاني وبعد كده جون التعادل للمريخ، لكن اعتقد التغييرات خاصه مع اجهاد بعض اللاعبين ويمكن تغيير محمد هاني وكده. المباريات اللي زي ديت بتبقى عايز تكسبها، يعني عايز تكسبها باي طريقه، يعني النهارده المريخ بيلعب يعني على الملعب بقاله اربع ماتشات، دي رابع ماتش بالنسبه له، فبوضع طبيعي يكون الاحساس بتاعه موجود، يعني انت كمان ده ملعبك وكل شيء، لكن في النهايه انا زي ما قلت في الحاله اللي احنا فيها والظروف اللي انت فيها وترتيبك في المجموعه مهم جدا ان انت تكسب، وده اللي اتحقق الحمد لله. قلتوا لاعبين يا كابتن خاصة مع ظل الإجهاد، يعني حالة اللاعبين باينة في الملعب مع تلاحم المباريات، احنا بنتكلم مثلا في حوالي 12 يوم لاعبين أربع مباريات، فأه يعني في كذا دولة وفي كذا مدينة هنا جوه مصر، يعني اتكلمتوا مع اللاعبين بتقولوا لهم إيه؟ زي ما قلت لك، يعني مهم جدا إن أنت توصل، وبعد كده أنا عارف أفريقيا بتتاخد على مراحل، مرحلة ما قبل المجموعات ومرحلة المجموعات، وبعد كده مرحلة بتبقى صعبة جدا، اللقاءات يعني فيها ندية أكبر بكتير، يعني من دور الثمانية، يعني مهم قوي إن أنت تاخد البطاقة، الهدف المهم بالنسبة لك إن أنت توصل أول، تاني المهم إن أنت توصل، لأن بعد كده كلها مباريات صعبه. اخر نسختين الدور الثمانيه بالنسبه لنا كان في 2020 كان صن داونز والوداد والزمالك، في 2021 كان صن داونز والترجي وكايزر تشيفز، فاذا البطوله فعالياتها وقوتها بتزداد اكتر واكتر ابتداء من الادوار الثمانيه. المقياس في دوري المجموعات على فكره ساعات ما بيبقاش هو اللي يدي لك الرؤيه الصح، يعني لان انت بتعتمد على شويه على ممكن تلاقي نفسك تعرضت لجهات لاصابات لاخفاقات لعدم تقدير كرات او مواقف ممكن تبقى لصالحك تتقلب لضدك، زي النهارده مثلا ممكن كره طاهر محمد طاهر تبقى 2-0 تترد عليك جون على طول، الماتش اللي فات برده مع المريخ كان لنا بينالتي على الاقل من ثلاثه برده ما تحسبوش. على العموم الحمد لله رب العالمين، عندنا فتره انا شايف ان احنا محتاجينها جدا، الفتره اللي جايه انا شايف ان احنا محتاجينها جدا، رغم ان هيبقى فيها راحه شويه لكن هنبقى محتاجينها ان انت بعد كاس العالم للانديه وبعد كاس الامم الافريقيه اتجمعنا في ظروف ما كانتش سهله ابدا، جمعنا بعد كاس العالم للانديه واللعيبه بتاعه كاس الامم الافريقيه جت لعيبه المنتخب، رحنا على طول لعبنا في السودان ثم على طول مصر المقاصه يوم 22 وبعدين صن داونز يوم 26 وبعدين الشهر اللي فات ده كان 28 لعبنا في فاركو يوم 1 وبعدين المريخ يوم 5 وبعدين بيراميدز يوم 8 وبعدين 12 صن داونز والنهارده 18 بتلعب، في عدد مباريات كبير قوي بدوافع مختلفة بأهمية مختلفة، أنا شايف إن احنا محتاجين قوي الأسبوعين دول، إن شاء الله الرحمن بإذن الله هنرجع بشكل كويس قوي ابتداء من مباراة الهلال بإذن الله. كابتن سيد يمكن معلش ان انا بتكلم في موضوع هو المفروض انه خلص، لكن ده اول ظهور لحضرتك بعد ما حصل بيرسي تاو واصابته مزق في العضله الاماميه، النهارده بيرسي تاو بيشارك وبيحط الجون الاول كمان، وهو طلع على فكره مش عشان العضله الخلفيه ولا حاجه، هو طلع عشان واخد كدمه في عند الركبه كده، فكان هينزل الشوط الثاني وبعد كده حس ان هي ممكن تكون وجعه، يعني
انا يعني ما بزعلش من الكلام ده ابدا، يعني كل واحد من حقه انه هيجتهد ولا حاجه، لكن في النهايه يعني مهم جدا ان انت داخليا تكون الاوراق متظبطه ومترتبه، خارجيا يعني اللي عايز يقول يقول، واللي عايز يتكلم في حاجات كتير قوي، حتى الحاجات اللي بتتبعت لينا او بتتقال رسائل بالنسبه لنا مش وقته ابدا ان احنا نرد عليها يعني خالص. اخيرا حضرتك كلمت على الفار، لكن كمان كان اعتقد الحكم النهارده عليه علامات استبان كده، خاصه في الانذارات، يمكن انذار حمدي فتحي في وقت مبكر جدا، الناحيه الثانيه مفيش انذارات تقريبا للماتش الفريق. يعني مش عايز اتكلم على موضوع التحكيم ده، لكن عن ليه تحفظ شديد جدا جدا جدا، يعني مش انتقادا لحد، محليا وافريقيا على فكره، محليا وافريقيا، يعني انا بشوف ان ده عنصر مهم جدا جدا، مفيش حاجه اسمها انا اساعده، مفيش حاجه ان انا اساعده، ده هو جاي يطبق ليه عداله، يعني تخيل انت ليك حق ما بتاخدوش، المفروض نتعاطف معاك ازاي يعني؟ يعني المفروض انا ليا حق انت مش بتديهولي، تمام؟ المفروض ان انا اتعاطف معاك ازاي يعني؟ انا بشوف ان ده عنصر، يعني يا راجل ده انت امبارح بتتفرج على على ماتشات اوروبا ولا حاجه، بتتفرج على ليفربول وارسنال مثلا، بتتفرج امبارح على برشلونه مع جالاتا سراي، ولا تحس اصلا ان انت الفريقين دول بيلعبوا فين، ما تعرفش يعني هم بيلعبوا فين من كتر العداله التحكيميه والتركيز الشديد جدا جدا اللي موجود من جانب الحكم. يعني اعتقد ان ده موضوع مهم جدا، ان هو قبل ما تفكر في السوبر الافريقي، وقبل ما تفكر في مش عارف في هيتعمل ازاي، وشمال افريقيا ازاي، ووسط افريقيا ازاي، مفيش مشكله لو هي فيها حقوق ممكن او ليها موارد تدخل للناس، مفيش مشكله، لكن انا اشوف ان البدايه تبدا من الحته دي، تبدا ان انت تبقى رايح تلعب في اي مكان في العالم وانت متاكد ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تخسرك هو مستواك، مش حاجه تانية يعني. اخيرا جمهور النادي الاهلي اللي كان وراكم النهارده برغم قله العدد كان دايما مساندكم، تقول له قبل ماتش الهلال واخر خطوه ان شاء الله قبل التاهل لدور الثمانيه. اقول الحمد لله، يعني برضو هي خطوه كويسه لكن مش نهائيه، احنا محتاجين ماتش الهلال جدا جدا ان شاء الله ما ناخده باذن الله ونحقق فيه نتيجه كويسه. هنشوف النتيجه بتاعت بكره، وايا كانت نتيجه الهلال مع سان داونز، يعني انا شايف انها مش هتبقى مؤثره خالص في لقائنا مع سان داونز، اسف مع الهلال. الهلال عنده اربعه، احنا عندنا سبعه دلوقتي، اوكي؟ يهمنا ان احنا نفوز ان شاء الله في لقاء الهلال اللي هو هيبقى يوم واحد، هيبقى يوم اثنين، المفروض ان هو مكتوب يعني ان هو يوم اثنين، لكن حتى في ده يعني انت هتلعب مع السنغال، مع ربنا يوفق منتخبنا يا رب باذن الله ويفرح مصر كلها، يوم 25 و29، وبعدين تيجي تلعب يوم واحد او اثنين، وبعدين دور الثمانيه للناس اللي هتصعد ان شاء الرحمن نكون منهم يا رب باذن الله يوم 16 15 او 16، وبعدين الماتش العوده يوم 22 او 23. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لان في مسافه احنا مش اوروبا، يعني احنا مش اوروبا في ايه؟ يعني هو يقول لك هو بيحصل في اوروبا، بيحصل في اوروبا، بس بعد المسافه، بعد المسافات ما بين الدول ساعه، ساعه وربع، نص ساعه في طيران، ممكن ساعات يبقى داخلي. يعني ايه المشكله لو عملت المباراه يوم 8؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله تدي مساحه وقت للفرق اللي هي بتشارك في كاس، في تصفيات كاس العالم، انها لما ترجع انديتها يبقى عندها مساحه وقت 6-7 ايام تبدا يعني تاخد نفسها شويه، ويبقى عندك سبعه وتلعب 16 ولا تلعب 22، ايه المشكله؟ ليه بتلعب اثنين وبعدين نقعد 15 يوم؟ مع ان يوم اثنين ده او يوم واحد متلاحق قوي مع 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 مباراه هتبقى واخده اذهان مش اللعيبه بس، ده اذهان شعوبها، تمام؟ يعني ايه المشكله لو انت عملت ده؟ لو عملت يوم بدل ما يبقى واحد واثنين يبقى 8 و9 مثلا، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وتلعب بعد كده برضو ترتيب دور الثمانيه ما يتغيرش. اعتقد ان في حاجات محتاجه حتى يعني ما دام انت فتحت بقى في الموضوع، يعني بص تلاقي مثلا احنا بنلعب الساعه 9 مثلا يعني، والناس تلعب الساعه 6، وبعدين ماتش تاني تلعب الساعه 3، وبعدين تلعب الساعه 9. طب يعني انا معظم ايه 99% من مبارياتي بتلعبني الساعه 9، تمام؟ اروح العب مع سان داونز يلعب معايا انا الساعه 3، ويروح يلعب مع المريخ مثلا الساعه 6، وبعدين يلعب مع مش عارف الهلال الساعه 7 ولا الساعه 6 او 9، هو محدد لك 3 و6 و9، تمام؟ خلاص اللي بيلعب 6 يفضل يلعب 6 على طول، مظبوط؟ مش يجي لعب الاهلي يوم 3 الساعه 3 وبعدين لعب فرقه ثانيه يوم 6 وبعدين يلعب، مش رسم بياني هو عامل كده، عامل ما ينفعش. اثنين يعني لو انت بتتكلم على بطوله مهمه قوي زي اقوى بطوله في القاره هي دوري ابطال افريقيا، اقوى بطوله باي بغض النظر عن اي كلام تافه اي حد بيقوله بره، يعني لا ده اقوى بطوله بجد، يعني انت بتتكلم على بطوله هي الاهم، مفيش كل الناس كمان يعني. الحقيقه المريخ مقدم بطوله كويس قوي على فكره، يعني ما اتكلمش على حاجه تانية النهارده ولا حاجه، لكن بتكلم على شكله في المجموعه، يعني هايل جدا جدا. فانت بتتكلم على بطوله هي الاقوى، ازاي دوريات بتقام في الفار داخل افريقيا، اوكي، والبطوله الاهم ديت الاتحاد الافريقي مش عارف مش عايز يعملها بالفار. يعني انا عارف كويس قوي هو مش عارف يعملها بالفار ليه، لان هيقول لك في دول ما عندهاش الامكانيات ديت، افرض عليهم يا سيدي،
زي ما انت بتقترح دلوقتي السوبر وعايز تطبقه وممكن تطبقه واكيد هتطبقه، مفيش مشكله لو في موارد كويسه، بس سهل بقى الحاجات الثانيه. يعني مش ممكن اروح العب مثلا مباراه في حته مثلا ما فيهاش فار ويبقى لك جون واثنين وثلاثه او حاله طرد واثنين وثلاثه او بنالتي واثنين وثلاثه وفي الاخر تقول لي يعني فلان كسب فلان. يعني شكرا، شكرا.